يعطيك الصحة. ما تقولي جيت مأخر خاطر تقيس فيها من بكري وتسوي فيها وحدتها. نتفاهم مع سبونسور باش غير لي خلصت. طبعا بعد كان مش تقول من بعد كي نكملوا مع تحياتي. كيما الفريب منين باش ناخذ عندي سبونسور انا. خي جاك شوية الفريب راهو. تي هذاك موضوع كبير ياسر تونا نحكي فيه. هذاك موضوع كبير ياسر. شو بيهم عملوا لك الاستقبال هذا الكل شو فهمت؟ ايه فهمت تشريفات. جبت قهوة معاك؟ جبت قهوة اي فلا اوكي هذه هي كل وكل هذه كل وكل حتى قهوة تفرد مع الناس الكل. مرحبا بك انت نبيل ومرحبا بالناس الكل وخايد باش نمشيو للزابينغ. تحية طيبة مشاهدي الكرام. لا اله الا الله رحت انت جيرك امور رمزية في كل ولاية يفتح فيها الشهداء. انا بابوسيتي كلاي موسي بابوسيتي زابينغ. مرحبا بكم في الزابينغ. أهم تقال ومحكي والتوينس على مواقع التواصل الاجتماعي. زيارة رئيس الجمهورية للصين هي أهم حاجة ممكن من اللي تحكي عليها عن جيل ظهر جيل كبير زادة في الصين. فما برشة توينس غادي واللي يقرأوا في اللغة العربية وفما مهندسين وفما أعلاميين وفما صحفيين فما مع تقريبا من المشارب الكل ومن الاختصاصات الكل موجودين في الصين. أنا اللي يهمني في الموضوع هذا غير أنه حكي على السيد رئيس على العلاقات التاريخية مع الصين وعلى الإنجازات قبل وشنية التعاونات اللي كانت بينهم وبين تونس. اللي يهمني أكثر اللي كومنتير امتع العبيت الناس كل يا سيد الرئيس جينا لسفارة كذا كذا إجينا لسفارة كذا كذا رام عملوا فينا حتينا ديما كيرا بلاغ على صفحة رئاسة الجمهورية نقعد نشوف اللي كومنتير امتع الناس مش نشوف تفاعل التوينسة معناها ومهم أنك تقرأ بين السطور في اللي كومنتير فتفاعل كبير والجالية اللي برا يبدو أنه عندهم مشاكل أكثر من الجالية اللي داخل وهذا يزمنا هذا وضع يزمنا نتعلم ونتعاملوا معه أكثر من التوينسة الداخل سامحوني هذا متفهمين فيه مثلا لبنان البلاد الوحيدة في العالم اللي فيه المواطنين اللي يعيشوا برا أكثر المواطنين موجودين ثلاثة مرات قد المواطنين اللي يعيشوا في وسط لبنان تونس الجيل متاعنا على الأقل جينيراسيون جديدة برشا منهم يا يقراوا البرا يا يخدموا بريود معناتها يا يعيشوا البرا يا يعيشوا البرا بور دو بون كل واحد معناتها كيفاش فلذا يلزمنا نتعاملوا مع الوضع نتاع انه ولات عندنا جاليه تونسيه كبيره برشا البرا هذم كيفاش نحاولوا نمدوا جسور التواصل كما نقولوا معاهم سواء كانت ما ننساش اللي عملوا دخلوا لنا عمله صعبه كبيره ياسر سواء بلي ترانسفير نتاعهم الفلوس للعائلات نتاعهم او وقت اللي يروحوا في الصيف باش يصيفوا او متى عديد المشاريع اللي دخلوا فيهم هذا كيفاش يصير بالمعاملات نتاعهم كي نقرا لي كومونتير نتاع العباد اجينا راه سفاره كذا عملوا فينا اجينا راه القنصليه نتاع كذا كذا عملوا فينا اجينا راه كذا معناتها نفهم اللي بالحق فما مشكله كبيره وكبيره جدا في بعض السفارات التونسيه يلزم ناخذوها بعين النظر مع العلم انه فما سفارات وقنصليات قاعده تقوم بواجبها كيما يلزم صحيح واكثر صحيح. لكن فما عدد كبير اللي للأسف لا مبالين معناها مشيتوا غير ما نسمي خاطر السفارة شنو هي؟ هي تمثل بلادك في المكان اللي السفارة ولا القنصلية؟ سفارة 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 وما لقيتش المعاملة كما يلزم اي تبهت معناها تقول سفارة تونس هذه مش بيهم اما سمحني نبيلة ساعات فما سفارات تلمو يتعاملوا مع بلاد يعملوا برشا مشاكل يتعامل مع المواطن الاول يوسع باله الثاني يوسع باله الثالث يوسع باله الرابع يوصل المواطن العاشر على زهرك جامعه مسألة خدمة انت لازمك تأديها خاطر انت غادي تخلص فما خدمات مش تقدمها للجالية الموجودة في المكان اللي انت فيه يعني يخلصوا فيك مش تخدم الخدمة ذيكا ماكش مش تعمل مزية ماكش مش تستقبلوا في دارك وتفطروا ماكش مش تعمل لقاء في اي بي بالناس اللي غاديك لا انت مش توفر لهم المعلومة ومش توفر لهم الخدمة اللي مشي جدد باسبور واللي مشي طلع ورقة رسمية واللي مشي عرس غادي واللي 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 فما بعض القنصليات والسفارات اللي يلزم يعملوا إعادة نظر في طريقة التعامل يعطيك الصحة حاول معناتها فقط معناتها حاولوا شوية مرونة معناتها في التعامل مع التوانسة لانه اخدم خدمتك وتهاو مش مطلوب منك اكثر من هكا مانيش طالبين شيء اكثر من هكا وعلى كل اللي يحب يوصل صوته مثال عشان مرحبا به الناس كل مهما كان في اي بلاصه في العالم الاذاعه الوطنيه توصل لك وبرنامج يوم سعيد تحديدا يوصل لك صوتك. الحاجه الثانيه اللي تحكي عليها برشا البارح اللي هي شروط الترشح لرئاسه الجمهوريه. السيد تليل المنصري الناطق الرسمي باسم ليزي الهيئه العليا المستقله للانتخابات من جمله احكي في احد الاذاعات الخاصه سالوه مقارة وفما تي هو قال نفس القانون فقط بثلاثة شروط تبدل ثلاثة شروط شنو بالضبط الناس معطلين المنصري شنو قال على خاطر القانون 2014 هو سري المفعول ومنشور معنا من 2014 هذيك هي الشروط ما ثمش شروط جديدة ثم فقط ثلاثة اللي هما في قاعة فيهم تغيير في الدستور نتاع الجنسية والسن والحقوق المدنية والسياسية احنا في إضافة فقط للبطاقة على ثلاثة كوثيقة أصبحت من بين الملف الورقي لملف الترشح هذاك هو حاجة جديدة معناها تو حاليا اللي عنده نية باش يترشح يكفي أن نحل القانون تاع 2014 هذيك هي الشروط ما فيش إشكال السن ولا 40 والجنسية أصبحت تونسية ولازم تكون فما دوبل ناسيوناليتي ويدلي به بطاقة
عدد الثلاثة اللي هي معناها بطاقة السوابق العادية، هذيك هي. بالعكس التزكيات احنا حتى في إطار القرار التركيبي قاعد توسع في التزكيات، أو كي نصادق على القرار تو تشوفوه التزكيات كانت تقبل 10,000 مواطن وكانت 10 من مجلس نواب الشعب، احنا وسعنا فيها لخطر القانون واضح ثلاث مواطن حافظنا عليها اكيد بدون تعريف بالانظى، مع ان الهيئه باش تعمل تطبيق للتثبت من سلامه التزكيات اكيد. وفي نفس الوقت 10 نواب من المجلس التشريعي الاول، 10 نواب من المجلس الوطني للجهات الاقليه كذلك عندهم الحق باش خطر الدستور يتحدث على مجلس تشريعي بغرفتيه، عندهم الحق كذلك باش يزكوا، وحتى 40 رئيس مجالس محليه منتخبه عندهم الحق يعطوا تزكيات، يعني رؤساء مجالس محليه، رؤساء مجالس جهويه، ورؤساء الأقاليم. هذه توسع حتى في التزكيات، معناها باش تصير مسألة عادية. هذا في خصوص التزكيات، في خصوص الشروط ما نساوش اللي فما حاجات من البديهيات تاو بيتروا تاو سمح نفسهاش حريص الجمهورية على شنو الجنسية كيف كيف نفس الحكاية، لأنه زادة مش معقول تكون رئيس جمهورية وانت عندك جنسية مزدوجة. ما نساوش اللي مثلا راك تحلف على الولاء، انت مثلا كشيخ وجنسية بتاع دولة معينة تحلف على الولاء البلد هذيك، كيفاش تكون رئيس دولة وانت ديجا مقسم على الولاء لدولة أجنبية؟ على كل هذا مازال للنقاش، لأنه هذا معناتها أعلنوا مازال من بعد باش تصير معناتها إعلانات منفصلة. أما بعد التصريح هذا توينسا وخليهم يكتبوا على الفيسبوك، معناها ياسر تفاعلوا مع التصريح. تفاعلوا معناتها أنا باش نجيب تزكيات وباش نتأكد باش نجيب لك معناتها تزكيات من بلاصة كذا ومن بلاصة كذا. على كل هورو عندنا ما نحكيو هكاكا بحر كبير ياسر. على كل نمشيو للحاجة الثالثة اللي هي موضوع كيف كيف خلق جدل كبير ياسر، شنية صاير في الهلال الأحمر التونسي. تقرير عرض في الحقائق الأربعة على قناة الحوار التونسي، قبله تحكي عليه في أحد الإذاعات الخاصة، وهم بعد خرجوا برشا تصريحات، منهم تصريح باش نسمعوا تويك حتى البارح في إذاعتنا في الإذاعة الوطنية التونسية في قضية رأي عام تم تناول الموضوع، لأنه أخذوا المكلفة بالإعلام والاتصال في الهلال الأحمر التونسي اللي ردت على تصريح السيد ولا نسمع تصريح السيد شنو قال هذا الدكتور سفيان الشابل هنا في الملخص، وحكي على بعض الفساد وفلوس معناتها داخل وكذا. نعطي ملخص شنو قال في الاخر بالضبط، لانه يلخص الوضعيه الكل. هات نسمعوا شنو قال. راهو اضمحل الهلال الاحمر، الهلال الاحمر شنو نشاطاته؟ معناها عندكم انتريس كورير نعاونوك العائلات المعوزه، ان المدارس اللي في البعاد نجيبوا لهم لي دون باش نرمموهم وكذا، عندنا ختان اطفال ليل 27، عندنا قفه رمضان، إعانات بتاعنا العيد، معناها هذه بخلاف راهو الحملة بتاع التوعيات، وبخلاف عطلة آمنة الكياسات في الصيف، معناها الشهرين تاع الصيف مع الشرطة ومع الحرس، راهو هذا كله ما عادش موجود، اختفى. توا واش قعد؟ قعد الفلوس تدخل للهلال، ما تعرفهاش وين تمشي، وكاهو ما فما أوكين أكتيفيتي، قاعدين محليات، هيئات محلية، يخدموا وحدهم، يعملوا في نشاطات وحدهم، وهو ما عنده بهم حتى علاقة. هذا الهلال الأحمر وين وصل حسب تصريح سيد هذا سفيان الشيبي؟ هو شنو يحكي على الهلال؟ ولو أني نشوف ما تفهمت الاكتيفيتي تقول مثلا على الطريق شفت مثلا ما نعرفش موجودين في كل بلاصه. انت كنت تمشي للمركبات التجاريه اللي بحذنا هنا، شباب الهلال الاحمر المتطوعين، ما هو على ما يبدو فما عركه نتاع اجنح في وسط الهلال الاحمر، وفما ناس معناتها، وهذا انا واحد من الناس كمواطن بسيط ما يعنينيش، اللي يعنيني مثلا انا تبرعت ولدي في المدرسة تبرع، مثلا قريبي صاحبي الناس كل تبرعت، المقال نتاع التبرعات نتاعنا على الأقل نحكيو على آخر حاجة ما نحكيوش. وللأسف لأنه الهلال الأحمر عنده مصداقية كبيرة عند التونسي، بعد ما تعدت علينا مجموعة من الجمعيات فيها التحايل وفيها المشاكل وفيها الكل، التونسي بقى عنده ثقة في الهلال الأحمر التونسي. وباش تقعد ديما عنده ثقة في الهلال الأحمر التونسي، لأن نسمعوا تصريح السيدة بثينة كريك بالصندوق الرسمي باسم الهلال الأحمر التونسي، شنو هي ردها على الاتهامات هذه؟ ونشكر كل متبرع وكل مواطن تونسي، ونقول له إنه المساعدات، ونطمنوا التوانسة لأنه هالحملة هذية اللي هي لأغراض شخصية بحتة، ناس خرجوا بالانتخابات وناس خرجوا بقرارات عزل وناس خرجوا يعني وانتهى موضوعهم وملفهم منذ 2018، لكن ما فتئوا يعودوا في كل مرحلة من أجل تشويه المنظمة، من أجل ضرب العمل الإنساني في تونس. ما يعرفوش هذوما ناس، وأعتقد كونهم يعرفوا مش ما يعرفوش، يعرفوا خطورة الأمر، خطورة ما قاعدين يقوموا به على هذه المنظمة وعلى العمل الإنساني في تونس، لأنه تعرفوا أن المنظمة الوطنية الهلال الأحمر تونسي عندها بعد وطني وبعد دولي، عندها ملفات كبيرة كملف الهجرة، كملف التغيرات المناخية، وخاصة الحملات الوطنية على المستوى الوطني، لكن أيضا على المستوى الدولي.
هذا الشيء خالد يظل تطمين مهم جدا للمواطنين اللي انا على الاقل كتبرات راهو مهم انه ما نفقدوش الثقه في المؤسسات الوطنيه اللي كما هكا لانه كما قلت عندنا تاريخ مع الهلال الاحمر التونسي فلذا راهو انه تصير عركه داخليه خليوها داخليه ما تخرجوهاش لبرا ما تخليوش الناس تفقد الثقه في المصداقيه نتاعكم وموضوع مرشح لمزيد التفاعل وفما حاجه نقطه مهمه ونختموا بها اللي هي فما قانون اذا انت تنتمي الى مؤسسه والقيت اللي فيها فساد ولا مشاكل ولا وتحب تكون مواطن صالح وتكشف على هذه الملفات متاع الفساد تمشي للقضاء أيه. فما سيركوية معينة معناها كالقال والقيل والدنيا معناها تقوم وما تقعدش وتصريحات وشبكات التواصل الاجتماعي مش هذا الحل وفلان يرد وفلان أيه. يتشنج ويقصف وكأنها مسائل شخصية متاع وهي مسائل شخصيه بريتوم على كل ان شاء الله تتفضل حكي لانه كما قلت المهم على الاقل نمشيو لاخر حاجه صارت اللي هي تبرعات الغزة هل وصلت تبرعات او لا لانه الوضع هذيك وضع خايب على الاخر الوضع معناتها مؤسف وما ننسيوش لان حمله التضامن اللي حكينا عليها اللي هي اولايز اون رفح الناس كل حكيت على اللي قاعد يصير حاليا في رفح كل العيون متجهه الى رفح في العالم اجمع في العالم اجمع واللي معناتها نجوم عالميين اللي نحكي لك البارح نجوم بوليوود نحكيوا على معناتها بريتني كوبر نحكيوا على اسماء كبيره معناتها أميتاب باتشاني اللي هو معناتها الباتشينو نتاع الهنود نحكيوا على فنانين كبار جدا ما نساوش الهند اللي كانت توصل انت تاثر في الموقف على الاقل المجتمع نتاعها الهنود جاء 20% من كوكب الارض من الكره الارضيه فلذا مهم جدا ان الصوت نتاعنا يوصل وان شاء الله ربي يفرج عليهم وان شاء الله الحق يوصل على قريب شكرا لك حسام كان معنا حسام دين الهمامي في الزابينغ مره اخرى صحه البيست كل يوم الصباح من 6